كل سنة وانتم طيبين. أيام قليلة قوي بتفصلنا عن شهر رمضان، وكالعادة في الوقت ده من كل سنة بتبدأ الدراما الرمضانية في تصدر المشهد على السوشيال ميديا. وكعادة الشركة المتحدة بتقدم للمشاهد السنة دي باقة مختلفة ومتميزة من الأعمال الدرامية، واللي بتتنوع ما بين تاريخي واجتماعي وكمان تشويقي. وجي في مقدمة الأعمال اللي تصدر الكلام عنها الترند على السوشيال ميديا مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، واللي بيتكلم عن حقبة تاريخية مهمة ظهرت فيها طائفة الحشاشين بقيادة زعيمهم حسن الصباح. سيدنا، جيش ملك شاه على مسيرة ليلة من القلعة. اطمن، 50 مؤمن بس كفاية. Votre Majesté, je connais cet homme. C'est Hassan Sabah. أنت مين؟ روح سمعت نداك. اللي جابك مصر؟ ظلم الإمام نزار هو الباب اللي ربنا فتحه لحسن الصباح. مفيش حكم سلطان راسخ بدون دم. ولا قلعة ألاموت الوحيد. سيدة تحتية الخليفة العباسي. جاهز حملة تجيب حسن الصباح وأتباعه تحت رجل السلطان. تفتكر مين فينا احنا الثلاثة اللي على حق؟ احنا الثلاثة على باطل. شفتنيش في المنام خالص. اطمن، انا عايز الرعب يملى القلوب. انا عايز المؤمنين يظهروا علنا في اصفهان. انا اول مرة اخاف منك كده. وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. ما عادش ليه مكان في اصفهان. وبعد ما كانت الناس بتقوي المؤمن في بيتها، انا عايزها تتمنى تبقى زيه وتقاتل معاه. مين يقدر على الحلم ده؟ صاحب مفتاح الجنة. وهنلاقي برضو اكتر من مسلسل كوميدي، منهم الكبير قوي الجزء الثامن بطولة طبعا احمد مكي. بونسوار ميزامي. يا اهلا وسهلا. ايه ده فارس؟ امال الطبان هيلبس ايه؟ ده الشرير قوي. انا داي انتجم منكم واسرككم وانهبكم وانهشكم. انا كل حياة في حياتكم يا مزرطة. يا صاحبيكا المنظر الطويل طلع موضة، اي حركة هضرب في المليان. وزع على الناس كلها السلاح الفشنك، انا معلمه بحر. انت اللي معلمه. احسن علامة. اتخطف. مش مات. هو اللي بيموت بنقول عليه اتخطف. اما اللي خطف تقول عليه ايه؟ بنقول عليه اتاخد. طب وبتقول ايه على المتاخد؟ ما بندمش سيرته. طيب انا فين؟ انت في عالم الشمامين يا كبير. انا بقيت الصغير قوي. المنشار معانا ونفتح تاني. هو انا كبوت رجعته يا ابني؟ هتشوف الوش التاني. خليهم ينصبوا معاك. انا وقتك كمان. انا مجنون. انا مجنون. اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير. من النهارده مفيش كبير، انا الكبير. برطاعوا. ايه ده؟ على ايه؟ مين اللي قاعد دول؟ انا لما بزعل زعل واحد. I believe I can fly. حبيبي معانا صديقك حزلقوم على الهوا، محتاجك في مساعده. عامل نفسك مش عارفني. الفلوس يا محمود يا عرس. شغل عندك خفيف. انت اخرك عادي تشتغل اتش بي. يعني حمار بديه. اني شاكك ان الراجل ده نصاب. طب اشك في بيتكم بعد كده، او اشك على جنب، او اشك عليا. انا شاكك في الطاقه. وقف. ما كانوش يومين. لا 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 لا، ده تريلر يا ولادي. ومسلسل بابا جه بطولة اكرم حسني. انت اب بيتأجر. بابا 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 يلا بابا يلا. بابا جه. خلاص بابا جه. بابا جه. بابا جه يا فندم. بابا قولي له بابا جه. هو حضرتك مين؟ ايه حضرتك مين؟ انا بابا جه. ومفاجأة الدراما الكوميدية السنة دي هيكون مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم وعدد من نجوم الكوميديا الشباب. هتحس بحاجة بالوقت.
دي يا فندم تبيع النفس اللي حضرتك بتتنفسه. لا يا فراوله، انت فيكي حاجه لله، انت مصدق في فراوله قوي. ها يقول مستر ليل انها طريقه تصويت جديده اسمها منه في شيشاني. لا سوري، انا ساميه سوشيال، ملكه الترندات، شياكه ولبس وغيرت عربيتي. ما باخدش منه غير الطريقه. انت ما تعرفيش غلاوه الشندويله عندي، ده حبيب قلب الشركه. اعمل ايه؟ قدري ونصيبي. ما تهزريش يا فراوله. وملايين هيجوا يتعالجوا ليه؟ وهم عندهم بلوره سحريه بتحل لهم كل مشاكلهم في غمضه عين. معايا بقى ولا مش معايا؟ ومن اهم الاعمال اللي اتكلم عنها كتير على السوشيال ميديا كان مسلسل عتبات البهجه، واللي بيشهد عوده مهمه للنجم الكبير يحيى الفخراني والمخرج مجدي ابو عميره. يا مساء البهجه. بالنسبه للناس اللي بتنورنا لاول مره، انا اسمي بهجه الانصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لا، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين. إذا عجبكم المحتوى فرضاً، يعني لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والشير والحاجات بتاعتكم دي. صباح أو مساء البهجة. أيوة مين؟ فين بهجة الأنصاري؟ أنا بهجة الأنصاري. خير؟ وطبعاً القضية الفلسطينية هتكون حاضرة بقوة في درامة رمضان، وده عن طريق مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين، وهيكون في عدد مميز من أعمال الدراما الاجتماعية، ومنها مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ومسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي. وبعد سنين طويلة هنشوف من تاني حكايات ألف ليلة وليلة، وده من خلال مسلسل جودر بطولة ياسر جلال وكمان ياسمين رئيس. حاجتين يا ملك الزمان ملهمش نهاية، الزمن والحكايات. انت شارزت حكاية؟ حكاية ايه؟ حكاية جودر ابن عمر المصري واللي جراله من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار. احكي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والعمر المديد. يا بص يا رايا، في رحلتي الطويلة وبسأل نفسي ايه اللي انت استفدته من الكنوز؟ يعني انت كنت عارف من زمان اني بتحرك في اتجاه الكنوز الاربعة دول؟ جودر ابن عمر المصري. لما سحق من عالم الانس بقوم نقل العالم. انا درع مولاي، انتم على موعد مع رقصة الاحلام. حالة نظرة بلاش وجود. هو مش عايزة أفكرك بوعدك ليه بخصوص جودر. ياه على دلع البنات، ده لازم ترجع تاني عند بركة قارون، ومن قبلها ومن بعدها حكاية الطير الأبيض. خطفوكي؟ أخوك الكبير أنا. أخاف على نفسك مني يا سمين. يا جودر، أنت بقالك هنا على الجزيرة 10 سنين.